حاب أعرف عن نفسي. أنا برافع شيخ عشيرة الحمشات، جيناكم اليوم ما نطول عليكم حكي. مثل ما يقولون خير الكلام ما قل دل، وإحنا اليوم جايين عليكم طالبين القرب منكم يا أهل الكرم والجود يا آل كركلة. اليوم جايين عليكم تنطلب يد بنتكم اليسار لولدنا متعب على سنة الله ورسوله. يا حبيبي نتمنى ما تخيبونا إن شاء الله. وحب أزيد وأقول هذه بنتكم اليسار كركلة ما حد يقدر يقول عليها شيء إلا تجمع الحسن والجمال والرقص كله. وحنا الأردنية كل الدنيا تعرفنا، وإذا ما يعرفنا كل العالم يعرفنا نصه، وإذا مش نصه كله. حنا الأردنية إذا ما كل العالم يعرفنا يعرفنا نصه، وإذا مش نصه كله. ما نحمل بقلوبنا على حد غلة، بس اللي يرفض لنا طلب نقص خبره ونشله. أحب أعتذر وأقول وأطري كلامي وأبله، حنا اليوم جيناكم طالبين القرب، ما نريد شر. دشينا ايفالكم اليوم ودخلنا عليه ما نطلع منه الا والا معانا بنت الاصل والجود اليسار كركلة. واتمنى ما حد يزعل من كلامي او يمله. والسلام عليكم ورحمة الله. حي الله بجيشانا والسبعة نعام، عكتفه وكفه بارودي ما بتنام، عكتفه وكفه بارودي ما بتنام. حي الله بجيشانا والسبعة نعام، عكتفه وكفه بارودي ما بتنام، عكتفه وكفه بارودي ما بتنام. وحياتك يمه يا الجد التعقالي، هودج ناصوان بسام العلي. وحياتك يمه يا الجد التعقالي، هودج ناصوان بسام العلي. حيطنا مش واطي حنا اردنية، حيطنا مش واطي وما حطينا واطي لو علمانية، ما حطينا واطي. السلام عليكم. نسيت كل اشي يا زلمه، نسيت كل اشي. حكيت لكم تذكرتوا بس تخلصوا. بس اخلص مش بس ابلش يا نينا. بعد السلام عليكم بس اخلص. حكيت السلام عليكم وانا فايت. انا اسف، معلش حقكم علي.